الراعي يجمع غدا ويسعى إلى الأوسع، وثنائية مسيحية مقابل الشيعية. بات الطقس خريفيا ويميل إلى البرودة ليلا في الديمان، وهو الأسبوع الأخير للبطريرك الماروني في مقره الصيفي الذي يستقبل فيه يوم غد الخميس النواب الموارنة الذين استقالوا من المجلس النيابي. ما يسعى الراعي إليه هو عقد لقاء ماروني موسع، فباسيل لا يمانع في المشاركة ليعيد بعضا من وجهه المسيحي المفقود، وسليمان الفرنجي سيجد في مثل هذا اللقاء بوابة لإطلالة مارونية في العامين الأخيرين اللذين يسبقان انتخابات الرئاسية. أما جعجع فلا يبدو متحمسا، إلا أنه اختار كما يبدو احتضان البطريركية المارونية كمطرحها الحياد. فلا يمر أسبوع من دون أن يوفد جعجع وفدا للقاء الراعي، ومحور الحديث هو الحياد وضرورة رسم خارطة طريق له. يبدو أن جعجع يريد أن يشكل حزبه حاضنة لبكركي وصولا إلى ولادة ثنائية بكركي القوات مقابل الثنائية الشيعية، وما يدفع بكركي والقوات إلى التلاقي مجموعة أسباب، منها سقوط اتفاق معراب والحرص على المصالحات المسيحية والخوف من الهجرة المسيحية. لذلك فالحركة ناشطة في بكركي والديمان، ولكن اللبنانيين ينتظرون أفعالا لا أقوالا، وعظات الأحد ليست سوى مسكن لجسد يقترب من الموت.